ايه روحي نمت؟ نمت بعد ما سألتني 100 سؤال. افرضي يا ماما ان الدكتور قال لازم نقعد هناك مدة طويلة، افرضي يا ماما ان العلاج ما جابش نتيجة، افرضي يا ماما اني مش هخف. يا حبيبتي ما تسبقيش الاحداث، توتريش نفسك وتوترين، ان شاء الله هتخفي. بس بتكلم مين؟ طبيعي يا روحي، طفلة وخايفة من اللي بتسمعه. البنت دي شافت كتير يا نديم. معلش، بكرة تبقى زي الفل إن شاء الله. مشكلة كمان إنه مريم، مريم مش هينفع تسافر معانا. ليه؟ عندها ميعاد مع الدكتور بتاعها هنا، وكمان مانع عليها تطلع في الطيارة عشان بيأثر على عقدانها، حاجات كده طبية مفهمش فيها. أنا ممكن في 24 ساعة أجهز لها طيارة خاصة مجهزة من كله. لا وعلي، خليها تتابع مع الدكتور بتاعها هنا، لو ما جابش نتيجة يبقى نسفرها. وكمان ممكن انا هناك اسألها على دكتور خاص. اللي انت عايزاه، بس تعرفي ان الاوبشن ده موجود. ايه الجورناندا؟ الجورناندا لما تشوفها هتعرف ان وشي حلو عليك. انت وشك حلو عليا من اول يوم شفتك فيه. طبعا. اتفضل يا سيدي، هتبقى وزير. وزير مرة واحدة؟ طب وانت عايزة انا ابقى وزير؟ طبعا. ليه؟ عشان انا ابقى مسس فخري مرات الوزير. مش عايز تدخل التاريخ؟ هو ده بدخلك تاريخ مصر على الاقل. بس الوزراء يا روحي دلوقتي ما بيخشوش التاريخ، دول بيخشوا طرا. ايه ده بجد؟ يا عيني. بص يا ستي، لحد دلوقتي الموضوع ده خبر، لكن لو كلموني في التليفون فعلا يبقى حقيقه. ولو كلموني هرفض. ترفض تبقى وزير؟ ليه؟ اقولك. ترضي يا روحي جوزك حبيبك نديم فخري يبقى وزير، وبعدين يجي واحد من بتوع مجلس الشعب اللي ناجحين بفلوسهم يعملوا له استجواب، فيقف في مجلس الشعب يسألوه وهو يجاوب. ما تنفعش. انت عارفه يا روحي، انا عشان اقابل رئيس الوزراء اكلمه بس في التليفون، وابقى انا قاعد عنده جوه والوزراء بتوعه قاعدين بره مستنيني انا اخلص. ابقى وزير ليه؟ نعرف. ما اسمي ايه؟ ولا حاجة. مش كده برضه؟ قوي كده. اه بس نفسي بس ادخل جوه الدماغ دي واشوف ايه اللي بيحصل جوه، تركيبها ازاي دي من جوه. نفسي. عايز تعرف حقيقي؟ طب اقفل الباب وتعالي وانا اقول لك. الباب؟ مين يعني اللي هيفوت علينا؟ معلش، مش عايز حد يسمع. ماشي. ده هو ده وقت. لا سفر بس. اوعى. سفر ايه يا راجل؟ انت عارفة ده بقى أهم من الوزارة. هو إيه ده؟ هو ده. أهم من كل الوزارات اللي في الدنيا. يا شيخة بلا وزارة بلا نيل.